السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف عملة بنجلاديش اسمها تاكا. العملة اللي قدامنا هي الواحد، بعد كده الاتنين تاكا بنجلاديشي، اتنين تاكا بنجلاديشي، عملة بنجلاديش، العملة باللون الأخضر وعليها رئيس جمهورية بنجلاديش، وادي الاتنين تاكا بنجلاديشي من الخلف. العملة شكلها صغير، اصدار 2012. بعد كده عندنا الخمسة تاكا بنجلاديشي، الورقة باللون البنفسجي الفاتح، عليها ايضا رئيس جمهورية بنجلاديش، ومن الخلف القصر الرئاسي البنجلاديشي. العملة إصدار 2016، مكتوب على جنب اهي 5 تاكا. ثم 10 تاكا بنجلاديش، العملة إصدار 2015، أهو مكتوب على الجنب بنجلاديش بنك، ومن الخلف صورة العملة بسيطة جدا بنجلاديش بنك. بعد كده عندنا 20 تاكا بنجلاديشي، صورة الورقة أخضر في أصفر. بعد كده صورة 20 تاكا بنجلاديش من الخلف، عليها القصر الكبير، ومكتوب على كل العملة طبعا بالكلام أو الكتابة البنجلادية. بعد كده عندنا 25 تاكا بنجلاديش، طبعا من العملات القليلة جدا في العالم اللي تلاقي فيها الفئة دي، في فئة 25 تاكا بنجلاديشي. 25 تاكا احتفال بالعيد الوطني اهو عليها وعلم بنجلاديش. ثم بعد كده 40 تاكا بنجلاديش، دي تقريبا أول عملة في العالم أشوفها فيها فئة 25 والـ40. دي 40 تاكا بنجلاديشي من الخلف، إصدار العملة 2011. بعد كده 50 تاكا بنجلاديش، عليها صورة مترو ورئيسة الجمهورية القديمة في بنجلاديش. ثم 50 تاكا القديمة، عليها القطار الجديد في بنجلاديش عفوا. بعد كده 60 تاكا، عملة 60 تاكا بنجلاديش، عملة 60 تاكا بنجلاديش من الخلف. بعد كده عملة 70 تاكا بنجلاديش من الخلف. ادي 70 تاكا بنجلاديش، 70 تاكا بنجالي، عليها علامة مائية. ثم الكوبري الكبير الجديد على ورقة 100 تاكا، مكتوب اهي 100 تاكا تحت وبنجلاديش بنك، ومن الخلف صورة رئيس الجمهورية وأمه. 100 تاكا بنجلاديش، دي ورقة 200 تاكا، ده والد رئيس الجمهورية الموجود، صورة العملة إصدار 2002. بعد كده من الخلف 200 تاكا رئيس الجمهورية الحالي. ثم أيضا ورقة 500 تاكا بنجلاديش باللون الزيتي، الأوراق بسيطة، العلامات المائية فيها قليلة، دي ورقة 500 تاكا بنجالي من الخلف. ثم بعد كده أكبر ورقة وعملة في بنجلاديش هي 1000 تاكا بنجالي، الورقة لونها بسيط جدا، إصدار الورقة سنة 2011، ما صدرش منها جديد،
ومن الخلف صوت رئيس الجمهورية الحالي وعليها بعض الكتابات باللغة البنغالية. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الفيديو. شكرا لكم جزيلا.